علاء بيه، ازي حضرتك؟ كابتن سيف ربنا يخليك، الاسطوره خليه. الف مبروك يا كابتن، ربنا يبارك فيك. كابتن اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله. الكرافات الحمراء دي النهارده، عشان بس عمرو كان بيسالني، بقول له الكرافات الحمراء دي والله بناء على طلب الجماهير، يعني هم اللي قالوا لحضرتك البس كرافات والله الحمر. والله يا كابتن سيف، من يعني لابسها للجمهور ولا استاذ عمرو؟ ايه لابسها لمين؟ استاذ عمرو ولا لا؟ ده بناء على طلب جماهير النادي الاهلي، يعني جماهير النادي الاهلي بمجرد ما الحكم صفر بفوز النادي الاهلي بالسوبر، كل الجماهير دخلت بتطلبني بالكرافات الحمراء والورقه، قلت لهم لا، الورقه دي هنجيلها بقى ان شاء الله باذن الله بعد الخماسيه. ما كانش عندك شك انت بفوز الاهلي على سان داونز ولا السوبر الافريقي؟ اطلاقا اطلاقا اطلاقا، انا كنت براهن ان المباراه تكون وان سايد جيم، وان النادي الاهلي فروق كبيره جدا لصالح النادي الاهلي. يعني هو الفوز تاخر جدا جدا، كنت اتوقع ان في اول ربع ساعه النادي الاهلي يكون حسم المباراه، لكن تاخرت شويه، لكن الحمد لله جت بارتياحيه شديده جدا جدا. يعني ما كانش حد من جمهور الاهلي قلقان ابدا على الفريق خالص خالص. يعني انت بتتخيل ان مباراه سوبر للفريق المنافس ليك اللي هو بطل الكونفدراليه يروح عليك بهجمه واحده بس في 90 دقيقه، وانت بتروح طول الماتش كل الاحصائيات لصالحك والارقام والهجمات وكده، طبعا ما كانش عندي شك. الاهلي بيقترب من البطوله الافريقيه جدا جدا طبعا طبعا. العشر ان شاء الله باذن الله، العشرة باذن الله. الاهلي اصبح في حته تانية من وجهه نظرك كابتن سيف؟ انا سمعت مداخله حضرتك امبارح مع الاستاذ خالد الدندري، مرتجي اسف، مع كابتن خالد مرتجي، لما قال لك ان سقف الاهلي الاهلي ما عنده احلامه بلا سقف. فعلا كابتن سيف والله احلام الاهلي بلا سقف فعلا. احنا خلاص يعني مهندس خالد مرتجي امبارح قال لي ان الاهلي طموحاته، قلت له طموحكم كاس العالم للانديه؟ قال لي طموحاتنا ان احنا ناخد في يوم من الايام كاس العالم للانديه. كابتن سيف، لما تكون حضرتك دلوقتي انت في اول 21 سنه في القرن، انت اكتر نادي في العالم فوز ببطولات قاريه، تخيل لما حضرتك تكون انت اكتر من ريال مدريد، مع ان المقارنه كانت على بطولات قاريه. الاهلي واخد 15 بطوله قاريه، ريال مدريد واخد 10 بطولات قاريه، لكن اضيف ليهم 4 بطولات كاس عالم. لما المواقع العالميه تتكلم على ان النادي الاهلي اكتر نادي في القرن ال21 فوزا بمختلف البطولات الكرويه في العالم، ويتفوق على بايرن ميونخ يعني الاهلي 46 بطوله وبايرن ميونخ 45 بطوله، والارقام كمان بيننا وبين المنافسين بعيده جدا، يعني تخيل برشلونه بعيد جدا عن المنافسه، يمكن الثالث اكثر انديه العالم تتويجا باللقب القاريه، بوكا جونيور الارجنتين 21 بطوله، حضرتك 11 بطوله. حضرتك بتكلم ان النادي الاهلي خلاص النادي الاهلي خلاص دلوقتي العالميه بالنسبه له حلم مشروع بجد. يعني دلوقتي انت بتتكلم على لما وكالات الانباء العالميه تتكلم دلوقتي على التسويق، وان النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا في القرن ال21، خلاص ده طبيعي. محتاج طبيعي تدي موسيماني حقه شويه. نعم، محتاج تدي موسيماني حقه شويه. والله موسيماني انا واثق فيه جدا جدا، انا متحرج. الراجل ده بيعرف يلعب المباريات الكبيره، بيعرف يلعب المباريات. بس انت قلت ان الاهلي اكبر من موسيماني. طبعا طبعا، لكن هو اجاد. لكن انا براهن حضرتك ان شاء الله باذن الله الاهلي في نصف النهائي هيكون اهلي مختلف جدا جدا جدا، مختلف، وهيرضي غرور كل جماهير النادي الاهلي.